يا الربع اذكر الله، صلوا على رسول الله. الحق ما تلحق، المبروك هذا باكستاني بحت يمشي مع جميع انواع الابل وخصها للوضح، الراس المصندق والاذن الخرعة، واللون ممكن يناسب مع الوضح اكثر من غيره. اذكر الله يا الربع، صلوا على رسول الله. الحق ما تلحق، انا موصيني رجال كثير على الباكستاني من حده، وبعدين مشروط ضرابه ولقاحه واموره. المبروك هذا فحل ابل اخونا خالد عواض المذهبي الحارثي، رجال معروف ورجال ثقه واموره كلها طيبه والحمد لله. يقول انه شاف انتاجه من ابل عاديه واثنى عليها ثناء، واللي يبي رقمه ياخذه. طلعوه برا برا، قيده قصير جدا. تواصل مركز سليم بن شالح وشريكه 0538809. اذكر الله الربع، هذا مركوس، ذا ما هو بقيد. فك قيده يا دحمان، فكوا قيده، وهو عندك وهو عندك. لا لا، فك قيده. دين الهداوه والطبع الربع. اللهم صل وسلم على رسول الله.